بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله يا شباب نكمل مع بعض النموذج السابع من نماذج كتاب الامتحان مراجعة نهائية للثانوية العامة، وزي ما اتفقنا طبعا على اليوتيوب بنكمل كل الكتاب، فما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وتعملنا فولو على بقية المواقع عشان نقدر نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال شوقي، أحمد شوقي طبعا يا جماعة مدرسة كلاسيكية، فنركز مع بعض على اسم الشاعر ونوع المدرسة اللي هو بينتمي ليها عشان ده بيفرق معانا في الحل. أحمد شوقي بيقول: كل الشباب بمصر عصركم بطل بكل غاية إقدام له ولعه. إيه معنى الشباب ده؟ بيقول كل الشباب بمصر، أقول لهم إيه؟ أقول لهم إن العصر بتاعكم ده بطل، بطل بكل غاية إقدام له ولعه. يعني العصر بتاعنا يا جماعة مولع، أو يعني مهتم قوي بكل شخص عنده إقدام، بكل شخص يعني عنده همة، أي شخص بيجتهد ويعمل اللي عليه العصر بتاعنا بيحبه. بدنا يعطي الشعوب، مين بيعطي؟ الدهر بتاعنا أو الزمن، يعني العصر بتاعنا يعطي الشعوب على مقدار ما نبغوا وليس يبخسهم شيئا إذا برعوا. يعني دايما العصر بتاعنا لما يلاقي الشعب بيجتهد بيديله على مقدار النبوغ بتاعه وليس يبخسهم شيئا. فبيقول الزمن يعطي الشعوب على مقدار ما نبغوا، يعني دايما لما الشعب ينبغ او يجتهد ويعمل اللي عليه الزمن بيديله على قد ايه، على قد اللي عمله ده، وليس يبخسهم شيئا، يعني مش بيبخسوا اي حاجه. يعني مثلا دلوقتي لو الشعب بتاعنا قصر فهو الزمن هيقصر معانا وهكذا يعني، لكن هو مش بيظلمنا، لا يبخسهم يعني مش بيظلمهم، بيديهم على قد اجتهادهم. في الاخر بيقول: هل تنهضون عساكم تلحقون به فليس يلحق أهل السير مضجع. يعني بقول هل تنهضون، يعني مش تقوموا وتتحركوا، يمكن يعني عساكم يعني يمكن تلحقوا بيه، يمكن يعني تجتهدوا وتعملوا اللي عليكم وتقوموا تطورين بدل ما تقوموا متخلفين. يعني بعدها بيقول لنا: ليس يلحق أهل السير مضجع. أهل السير يعني الناس اللي ماشية، الناس اللي هي بتسير، الناس اللي بتجتهد. يعني فبقول للناس اللي بتجتهد دي، هل الشخص المضاجع اللي هو نايم هل هيلحقهم؟ مش هيلحقهم طبعا، فعشان كده بقول لنا اجتهدوا واعملوا اللي عليكم. لا يعجبنكم ساع بتفرقة. الشخص اللي عايز يفرق بينكم ده ما يعجبكوش قوي، ما تفرحوش بيه ولا حاجة. إن المقص خفيف حين يقتطع، يعني المقص بيبقى خفيف قوي لكن بيقطع وبيعور، فخلوا بالكم. وأجملوا الصبر في جد وفي عمل، يعني اجتهدوا يا جماعة، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع. الصبر بينفع أكتر من الجزع. الجزع ده هو الحاجة اللي هي عكس الصبر، لو شخص يعني ما يصبرش يبقى شخص جازع عنده جزع. بعد بقول: وإن بغتم ففي علم وفي أدب وفي صناعات عصر ناسه صنعوا. يعني لو نبغتم يعني اجتهدتم، فاجتهدوا في العلم وفي الادب وفي الصناعه عشان العصر بتاعنا عصر صناعه. في الاخر بيقول: وكل بنيان قوم لا يقوم على دعائم العصر من ركنيه منصدع. يعني كل بنيان هنبنيه مش مبني على دعائم العصر، يعني مش ملتزم يعني بالقوانين او القواعد بتاعت العصر بتاعنا، هينهدم، هيقع في الاخر وملوش اي لازمه. يعني الا ما يدعو الشاعر في الابيات، لو بصينا ده الاهتمام بالعطاء والبذل عشان نبني الوطن، يعني ندفع فلوس عشان نبني الوطن، ما اتكلمش عن الفلوس خالص. الاهتمام بدعم النابغين لابناء الوطن، يعني اهتمام بالنابغين بس والباقيين نرميهم، يعني برضه غلط وما اتكلمش عن كده، اتكلم ان احنا نجتهد. بالاهتمام بالتراث ومحاوله التجديد في اطاره، ما اتكلمش خالص عن التراث، اتكلم عن العصر الحديث بتاعنا. في الاجابه الصح الاهتمام بتحصيل العلم والجد في العمل لمواكبه العصر. استنتج المغزى من قوله: وفي صناعات عصر ناسه صنعوا. ايه معناها يا جماعه؟ معناها طبعا الصناعه، بيتكلم هنا عن فكره ايه؟ فكره الصناعه، وان العصر بتاعنا اصلا عصر الصناعه. الاجابه الصح تبقى اول حاجه الدعوه للاهتمام بالصناعه، فهي اهم ما يميز عصرنا. عشان كده قال العصر بتاعنا يا جماعه متميز بده. بين مبدا يعتمد الشاعر في البيت ايه؟ في البيت الثاني. لو بصينا البيت الثاني، هو الشاعر قال: يعطي الشعوب على مقدار ما نبغوا وليس يبخسهم شيئا اذا برعوا. يعني العصر بتاعنا بيدينا على قد اجتهادنا، لو اجتهدت هتاخد كتير، لو ما اجتهدتش مش هتاخد حاجه اصلا. ده الاجر على قدر المشقه،
دي بنختارها يا جماعة، يعني الأجر على قدر المشقة دي بنقولها دايما لما شخص يجتهد معاك، اللي هو يعني ايه صنايعي، مثلا جبت صنايعي في البيت مثلا يدهن لك حاجة، فبتدي له أجر على قد يعني على قد المشقة اللي هو عملها. يعني دي بنستخدمها مع الحرف والمهن وكده، لكن مش مع الاجتهاد والبذل والعطاء والمجد والحاجات دي. به على قدر أهل العزم تأتي العزائم، يعني أنت لو عندك همة عالية هتعمل شغل عالي. لا، هو البيت التاني ما كانش بيتكلم عن كده، كان بيتكلم عن الجزاء اللي انت هتاخده على قد تعبك. جه من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، معناها لو انت عملت خير فربنا هيجازيك يعني خير وكده. دي برضو بتتكلم عن الثواب، ملهاش علاقة خالص بان انت اجتهدت فهتاخد جزاء. الإجابة بس هتبقى ألف، لكل مجتهد نصيب مستحق. ايه معنى الكلام ده؟ كل مجتهد نصيب، يعني انت دلوقتي اجتهدت فهتاخد نصيبك مستحق. يعني مستحق؟ يعني على قد تعبك، زي ما قلنا كده في البيت التاني، لو انت اجتهدت جامد فهتاخد يعني فوائد كتير. لكن طبعا هي دي شبه الاجابه رقم دال، لكن دال هتبقى غلط عشان السياق بتاع دال ده بنختاره دايما في حته ايه، في حته اللي هو يعني الحرف وكده، او حد مثلا بتشغله عندك عشان حاجه معينه فتدي له اجر على قدر المشقه دي. المهم هات من الابيات ما يدل على ان الكسول محروم من الوصول للعلا. كان في بيت واحد بس ذكر الكسول، اللي هو لما قال مضجع. الاجابه الصحيحه ابدال ليس يلحق أهل السير مضجع، يعني الشخص اللي نايم مش هيلحق يوصل لأهل السير أو الناس اللي هي ماشية. يعني بين المقصود من البيت الأخير، لو بصينا على البيت الأخير هو قال إيه يا جماعة؟ قال البيت الأخير: وكل بنيان قوم لا يقوم على دعائم العصر من ركنيه منصرع. يعني كل بنيان هتبنيه مش هيكون مبني على دعائم العصر والوسائل الحديثة، يعني هينصدع يعني هينهدم. يعني لازم نكون متطورين، بلاش تخلف. يعني ده التحذير من تشقق بنيان المجتمع بسبب التحزب والتفرق، ما اتكلمش عن الاحزاب خالص. جيم: اظهار اثر الاتحاد في رفعه شان الامه، ما اتكلمش عن الوحده ولا الاحزاب. ب: التاكيد على اهميه الاعتماد على التقنيات الحديثه في البناء، ومش بيتكلم عن بناء حديث بجد، نبني عماره مثلا ولا برج، مش بيتكلم عن كده. هو يعني بيتكلم ان احنا لازم نبني المجتمع، فنبني المجتمع دي مقصود يعني نهتم بيه. فالإجابة بسيطة تبقى ألف، بين أن القعود عن مواكبة العصر تخلف وضياع. يعني أنت لو ما واكبناش العصر هنتخلف في الآخر، ركن المجتمع ده هينهدم زي ما هو قال لنا. بعد كده ستة: بولس سنة جنوع الصورة بينية في قوله وليس بخسهم شيئا، يعني هو مش بيظلمهم في أي شيء. صح، مش بيظلمهم، كان بيتكلم عن التاريخ هنا أو الزمن أو العصر. يعني فين صورنا العصر؟ كأنه إنسان يبخس. طب فين الانسان ده؟ فين المشابه بيه؟ حذفناه، لكن سيبنا صفه من صفاته اللي هي البخس. فده اسمه يا جماعه، اسمه الاستعاره المكنيه. فالاجابه الصح تبقى استعاره مكنيه. محسن بديه البيت الخامس: خليك ذكي. البيت الخامس يعني مستحيل يبقى تصريح، التصريح بيجي البيت الاول بس. طيب نجيب البيت الخامس، وكان بيقول فيه: واجمل الصبر في جد وفي عمل، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع. طبعا الصبر عكس كلمه الجزع، الاثنين عكس بعض زي ما اتفقنا، واكتبها عندك في الكشكول عشان كلمة مهمة. فطبعا يا جماعة اتنين عكس بعض أو جملتين يعني كانوا عكس بعض، فيبقى طبعا مقابلة. بدل ما فيش طباق فهنختار مقابلة، لكن طبعا ما كانش فيه حسن تقسيم، عشان حسن تقسيم اسمه تقطيع البيت تقطيع متساوي. زي كده لما أقول لك إيه: تدبير معتصم بالله مرتقب في الله مرتقب، بتقطع كده زي بعض، كلمتين كلمتين اتنين اتنين كده يعني. ما كانش فيه جناس تام، جناس تام كلمتين زي بعض بالضبط في كل حاجة لكن معناهم مختلف. استنتج بأبيات سمة من سمات المدرسة الكلاسيكية. عرف تقليد القدماء في الصور والأخيلة والمعاني، ما كانش فيه خالص تقليد القدماء هنا خالص، لا في صور ولا أخيلة ولا معاني، وأصلا بيتكلم عن موضوع مختلف. طيب به اهتمام بوصف المخترعات الحديثة، ما كانش فيه مخترعات حديثة، وما اتكلمش خالص عن النضال الوطني ولا التراث ولا أي حاجة من الحاجات دي. الإجابة الصح هتبقى جيم: الاهتمام بقضايا العصر ومشكلات المجتمع. كان بيتكلم عن مشكلة من مشاكل العصر، وكان حتى بيدعو الناس أو الشعب إن هو يعني يلتزم بدعائم العصر او قواعد العصر اللي احنا فيه. قال مطران: غلت الحياة فان تريدها حرة كن من أباة الضيم والشجعان. الحياة بقت غالية، لو عايزها تبقى حرة خليك من الأبال. أبال هما يعني شخص أبي يعني بيرفض، كن من رافضين يعني الضيم، ضيم يعني الظلم، وكن من الشجعان، خليك من الناس الشجاعة. واقحم وزاحم واتخذ لك حيزا تحميه يوم كريهة وطعان. اقحم يعني اقتحم، اقتحم على طول المجد والحاجات الحلوه، وزاحم الحاجات الكويسه يعني خش في الزحمه. واتخذ لك حيزا تحميه يوم كريهه وطعاني، يعني لازم يكون لك عقيده معينه او حاجه معينه بتدافع عنها يوم الحرب. استنتج بأبيتين: احد مقاومات الاتجاه الرومانتيكي،
عارف ظهور النزعة الإنسانية دي مش من سمات أصلا الرومانتيكية بتاعت مطران، فمش هينفع خالص. به الإحساس باستقلال الشخصية، طبعا يا جماعة استحاله إحساس باستقلال الشخصية والتشبع بروح الثورة التحررية، دي كانت سمة من سمات أبولو أصلا مش اتجاه الرومانتيكي بتاع مطران، فمش هينفع. طغيان الجانب البياني دي من السمات الكلاسيكية، يبقى الإجابة الوحيدة أصلا بالاستبعاد تنفع تطلع من مصر العليا. بيتكلم عن مصر العليا هنا، بيتكلم عن الحرية وإن أنت تبقى من الشجعان ومن كارهي الظلم، وتتخذ لك حيزا تحميه يوم كريهة وطعان، يعني دايما يكون عندك مجد تسعى ليه، هتحميه دايما يوم الحروب أو في اليوم يعني اللي يتهاجم فيه الوطن بتاعك. المازني كان بيقول، طبعا المازني يعني مدرسة الديوان، كان بيقول: يا أمي لا تجزعي مما يداهمنا من الخطوب ولا تأسي لما فات. يا بقول يا امي ما تزعليش من المصايب اللي عماله تنزل علينا، وما تحزنيش يعني من الحاجات اللي فاتت. تمضي المقادير فينا الحكم عادلة، تمضي المقادير فينا الحكم عادلة، ويقسم الله ارزاقا واقواتا. يعني ربنا يا جماعه هو اللي بيقسم الرزق والقوت اللي هو الاكل بتاعنا يعني، وهو اللي بيحكم فينا بعدله بالمقادير اللي هو كتبها سبحانه وتعالى. سمه من سمات مدرسه الديوان خالفها الشاعر. لو ركزت معايا الشاعر هنا متفائل، بيقول لها ما تزعليش، ده الدنيا هتحلو وربنا اصلا حكم وكده كده يعني ان شاء الله خير. فطبعا الشاعر بيقول ان شاء الله خير واللي جاي احلى. ايه ده، غريبه دي، مدرسه الديوان يا مدرسه متشائمه. فهنا طبعا استنتج سمه من سمات مدرسه الديوان خالفها الشاعر. هنا الشاعر خالف حته ايه؟ خالف طبعا حته الحزن والتشاؤم، فدي الاجابه الصح. انما جيم ظهور النزعه البيانيه دي اصلا مش من سمات الديوان، ولا الرمز والاسطوره من سمات الديوان، واستعمال لغه استعمالا جديدا برضو مش من سمات الديوان. رشيد ايوب كان بيقول: يا ثلج قد ذكرتني بالوادي متنصتا لغديره الشادي. يعني انت بتقول، بيكلم التلج بيقول له: انت فكرتني بايام زمان في الوادي بتاعنا الوطن بتاعه، يعني لما كنت بقعد انصت للغدير اللي هو النهر يعني الشادي اللي بيغني. كم قد جلست بحضنه الهادي فكأنني في جنة الخلد. بين كيف طبق الشاعر سمات مدرسة المهاجر في البيتين السابقين. ألف امتزج بالطبيعة حينما ناجى الثلج وشكى إليه همومه. هو طبعا يا جماعة ما قعدش يناجي الثلج وبيشتكي له همومه، لا وما اشتكلوش همومه خالص، وكان بيحن للوطن زي ما احنا شفنا. بيقول: ياه الثلج ده فكرني بأيام زمان في الوطن، أيام ما كنت عايش فرحان وسعيد وجميل والكلام ده كله. دال اتضح في البيتين غلبت اليأس. طبعا يا جماعه غلط خالص، بعيده، هو كان بيحن للوطن. جيم اعتمد على استبطان نفسه، طبعا استبطان النفس يا جماعه هنا ما كانش موجود، استبطان النفس لما يقعد الشاعر يتامل في نفسه، انما هنا كان بيحن للوطن. فالاجابه الصح هتبقى ب. اشهر سمه عند مثل المهاجر الحنين للوطن. عبد الوهاب البياتي كان بيقول: احس بالدماء والدموع كالمطر ينضحهن العالم الحزين. حاسس بالدم والدموع نازلين زي المطر يا جماعه من العالم الحزين. اجراس موتى في عروقي ترع شرانين فيدلهم في دمي حنين الى رصاصه يشق ثلجها الزؤام اعماق صدري كالجحيم يشعل الظلام. استنتج من خلال الاسطر السابقه احدى سمات الناس الواقعيه من حيث المضمون. لو بصينا يا جماعه هنا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايز من حيث المضمون، فجيم استخدام القافيه المتنوعه مش هتنفع، عشان القافيه المتنوعه دي تبقى سمه فعلا عندهم لكن من سمات الشكل مش المضمون. دال ظهور مسحه الحزن والتشاؤم ما خدناهاش اصلا من السمات الواقعيه. به توظيف الرمز والاسطوره ما كانش فيه هنا اي اساطير فمش هتنفع نختارها. الاجابه الصح تبقى الف الشيوعيه الحديثه النهايه والموت. جبناها منين؟ لما قال دلوقتي في دماء ودموع عاملين زي المطر واجراس موتى، طبعا اجراس موتى يعني بيتكلم عن الموت، فالإجابة الصح تبقى ألف. اقرأ ثم أجب. بقول: روى راون أنه منذ 100 عام عرضت في ساحة السوق من جزيرة نائية جماعة من البغال. يعني في جماعة من البغال، البغال ده جمع بغل، البغل ده يا جماعة حاجة كده بين الحمار والحصان، كائن كده يعني يعتبر هجين. المهم: فلم يكن بد يعني لا بد من أن تنزع عن ظهورها السرج. يعني ايه يا جماعه؟ لازم نجيب السرج اللي هو البتاع اللي بنحطه على الحصان عشان نركبه، القعده اللي بيحطها فوق ايدي يعني زي السجاده كده. المهم فلازم نشيل منها السرج ده يعني، ونشيل اللجام من الفم بتاعها لتبدو عاريه من كل زينه. واخذ الخبراء يجسون عضلاتها. الخبراء ماسكين العضلات بتاعتها وبيفتحوا الافواه بتاعتها عشان يشوفوا عندها كام سنه، وبعدها بيركبوها عشان يشوفوها بقى هي خفيفه ولا تقيله يعني في الجري، تمام؟ لكن البغالة لم تعجبها هذه الطريقة،
لأنها تختلف عما ألفته في بلادها، عشان البغال متعودة يا جماعة على حاجة تانية غير اللي موجودة في البلد دي يعني. فصارت البغال وشقت عصا الطاعة، يعني بقت ايه، بقت عنيدة كده كل شوية على نحو يشبه ما يصنعه البشر، يعني بقى يقلدوا البشر يا جماعة وايه، ومش مطيعين بقى، ولا كل واحد يعند بقى مع التاني. المهم بيقول لنا ايه، بيقول لنا فلم تكن ثورة البغال جموحا او رفصا، ما عادوش يرفصوا بقى مثلا الحيوانات اللي حواليهم ولا حاجه، لا بل كانت احتجاجا يقوم على علل، يعني كان عندهم احتجاج معين. المهم بيقول فبعدما اوشك تاجر البغال ان يضع في اسفل سلم التقدير بغلا هزيلا، سرعان ما اشار هذا البغل الهزيل الى سائر البغال. ايه معنى الكلام ده؟ ركز بس عشان هي صعبه شويه. بيقول بعدما اوشك تاجر البغال ان يضع في اسفل سلم التقدير بغلا هزيلا، يعني دلوقتي هو بيقدر يا جماعه البغال في بغل كان حطوا له رقم واحد، واحد تاني اتنين، واحد تلاتة، واخر واحد بقى في التقدير بتاعنا يعني واحد ضعيف هزيل كده ملوش لازمه بالنسبه لهم يعني. المهم ايه اللي حصل ساعتها؟ بيقول لها سرعان ما اشار هذا البغل الى سائر البغال، يعني شاور لهم كده، فانتبذت ركنا من ساحه السوق تتبادل الرأي والشورى، يعني البغال يا جماعه جت على جنب وقعدوا ايه يتكلموا مع بعض. فان لم بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا فان لم تدهش لبغال تجادل فدهش، لأن الزعامة لبغل لم يكن أضخمها ولا أروعها أو أسرعها. يعني بيقول الغريب جدا في الموضوع فعلا إن الزعيم بتاعهم ما كانش بغل يعني ضخم ولا قوي ولا سريع، لا كان بغل عادي جدا. وقال البغل والزعيم ألي ليس الرأي عندي أن أترك القوم يتحكمون في أقدارنا، يعني أنا مش هقول مش هتكلم في حتة إن هم يتحكموا فينا ولا لأ، فقد أراد الله لنا أن نكون بغالا، ربنا خلقنا كده، وأن نكون مركبا للإنسان، يعني هو بيركبنا عادي وبيشيل علينا الأثقال بتاعته، ولسنا على هذا القضاء المحتوم بسائرين، إحنا مش هنثور على القضاء ده، ربنا أمر يا جماعة إن إحنا نبقى بغل، فأنا هبقى بغل وهعمل الشغلانة اللي أنا اتخلقت عشانها. فالدنيا تبادل وتعاون، إحنا كلنا بنتبادل، إحنا بنشيله وبنشيل الأثقال بتاعته وهو بيجهز لنا المأوى وبيزرع لنا الأكل. فما هكذا يكون تقويم البغال، ولو تركناهم وشأنهم اضطربت أوضاعنا، لو سبناهم كده الدنيا هتبوظ يعني، فهل أنوب عنكم لدى صاحب الأمر؟ يعني بقول ممكن أنا أبقى النائب بتاعكم يعني، أكلم أنا صاحب الأمر يعني، سيبوني أنا أتكلم يعني. المهم فاجتمع رأي البغال على أن يبيعوا ذلك البغل الزعيم، أنت هتتكلم اتصرف أنت. فقال البغل الزعيم لصاحب الأمر، قال له إيه؟ لك أن تصنع بنا ما شئت في حدود العدل، اعمل اللي انت عايزه طالما هتبقى عادل معانا، وليس عدلا ان يكون هذا اساس التقويم، يعني مش من العادل ان انت تقسمنا او ترتبنا يعني حسب ما انت شايف كده. فارتعش صاحب الامر اتخض يعني، واجاب وقلبه في حلقه فزعا، يعني اتخض يا جماعه والقلب بتاعه قاعد يدق كده جامد مرعوب يعني. بيقول لست ادري في ذلك بدعا فتلك سبيلنا في التقدير، يعني بيقول انا مش شايف ان انا غلطان في حاجه يعني، دي الطريقة بتاعتنا في التقدير، احنا بنقدر البغال كده. الشيء عندنا قيمته فيما يصنعه. الطبيب طبيب على قد ما يطب المرضى، يعني ايه يا جماعة؟ يعني الدكتور الكويس هو الدكتور اللي بيعالج مرضى كتير. لا بسماعاته اللي بيلفها حوالين عنقه ولا أي حاجة، والسيف بتار يعني السيف بيعرف يقطع بجد بالحد بتاعه مش بالغمد بتاعه بالجلاب بتاعه يعني. يعني بلدي كده قصده، يعني كل حاجة بتعمل حاجة مفيدة للمجتمع احنا بنعليها بنستفيد منها يعني. فعشان كده بقول البغل عادي جدا نقسمه على حسب القوة بتاعته والسرعة بتاعته. فأجاب كبير البغال، طبعا قطعة رخمة قوي. المهم يعني أجاب كبير البغال بيقول ايه؟ بيقول انكم تنخدعون بحقائق الأشياء، انتم مخدوعين يا جماعة بحقائق الأشياء. بيقول الشمس في حقيقتها كتلة ضخمة من غاز مشتعل، لكنها عند من يعقل، لكن هي بالنسبة للعاقل يعني مجرد قرص صغير عشان هي باينة لعينه صغيرة. والقمر في حقيقته عبارة عن جسم معتم، لكن هو عند الراجل اللي بيفهم هتلاقيه سراج منير بينور عشان هو باين ليه ان هو ايه، ان هو بينور. فبيقول لنا الطبيعة كلها بإنسانها وحيوانها كلها ظواهر ومظاهر، فلماذا تشذ عندكم البغال في تسويمها؟ يعني ليه يعني هتيجي عند البغل بقى وهترتبه غلط؟ تاجر تعب قال له ايه، بقول لك ايه، كيف اذا يسوم البغال في بلادكم؟ بتقسموا البغال ازاي طيب؟ والبغل الزعيم قال ايه؟ قال ليست تخدعنا الحقائق عن ادراك الظواهر، فلسنا في تسويم البغال وسائل، يعني لنا في تسويم البغال وسائل، عندنا اكتر من وسيله اكثرها شيوعا
أن تتناسب قيمة البغل مع قيمة راكبه صعودا وهبوطا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني البغل يا جماعة بنقسمه على حسب اللي بيركبه، فليس البغل يمتطيه الغني في حريره كالبغل يركبه الفقير في أسماله. يعني البغل يا جماعة اللي بيمتطيه أو يركبه يعني غني فده هيبقى بغل عالي أوي، إنما البغل بقى اللي هو يعني بيركبه شخص فقير ده يبقى بغل حقير كده. وليس البغل يختل على صهوته صاحب الحول والطول كالبغل يعلوه من ليس له سلطان، نفس الكلام يعني. وقد تعلو قيمة البغل ليه؟ لأن أباه كان مشدودا إلى عربة أمير. يعني ممكن في بغل من البغال مثلا قيمته تبقى عالية قوي عشان أبوه كان مربوط في عربة من عربات الأمراء يعني، فتكتسب العربة هيبة من هيبة الراكب. والبغل برضو بيستمد القيمة من إيه؟ من الأمير. وابنه بقى بيستمد القيمة من أبوه. ده أصله يا جماعة قطعة طبعا فلسفية قوي، يا لهوي وجع قلب. لو انت معايا القطعة دي بتوجع الدماغ اكتب لها في التعليقات بجد، يعني عايز اشوف كام واحد متضايق زيي عشان يعني قطعة عنيفة وجعت لي والله، جابت لي صداع لما جيت قريتها أول مرة. ما المبدأ الذي تعبر عنه العبارة؟ لم تكن ثورة البغال جموحا أو رفسا، بل كانت احتجاجا يقوم على علل. يعني احنا ما صرناش وعملنا ايه نضرب ونسقف ونعمل كده، لأ احنا احتجينا وكان عندنا علل يعني كمان اسباب منطقيه. ده يدل على ايه يا جماعه؟ ده السكينه والهدوء عند المحن والازمات. طبعا احنا مش سكينه، بيتكلم عن العقل المنطق بيئة التماسك والتعاون وسيلتها نجاح الاعتراض. ما اتكلمش عن تماسك ولا تعاون. جيم الحرص على تجويد العمل والسعي، ما كناش عن اتقان العمل، بيتكلم عن العلل. العلل يعني المخ العقل اللي جاب الصح اعتماد الحوار بالحجج المنطقيه. استنتج المغزى من عبارة ولسنا على هذا القضاء المحتوم بسائرين، لما قال احنا ربنا خلقنا بغال واحنا بننقل البشر فاحنا مش هنثور على ده. ده يدل عليه ألف إبراز الوعي بالحقوق والتمسك بيها. طبعا هو هنا مش متمسك بحقوقه، لا ده هو فكرة هنا ان هو عليه واجب، واجب ان هو ينقل البشر، ربنا خلقه عشان كده. فطبعا هنا مفيش حقوق خالص، بالعكس ده بيتكلم هنا عن الواجب. جيم تأكيد امتلاك القوة والقدرة على التغيير، لا هو ما كلمش عن القوة هنا خالص، ده قال الإنسان هو اللي هيركبنا هو اللي هيتحكم فينا. ده إظهار استسلام الدائم للواقع بكل معاناته. يعني إيه استسلام دائم للواقع بكل معاناته؟ يعني شخص مستسلم للواقع اللي هو يعني كسلان وخامل كده ويحصل اللي يحصل أنا ماليش دعوة. لكن البغل مش من النوع ده، البغل بس بيقول أنا مش هثور على أمر ربنا هو قدره. الإجابة الصح تبقى بيه توضيح القناعة بالممنوح والمطلوب. ايه معنى الكلام ده؟ يعني البغل يا جماعه كان عنده قناعه، قال انا بمنحه حاجه اللي هو الركوب وهو بيمنحني حاجه اللي هو ايه؟ اللي هو يعني من الاخر كده بيخليني اسمه ايه؟ بيخليني اكل وبيخليني اشرب وبيجيب لي مأوى. فيعني في قناعه عنده في المنح والطلب، اللي هو انا بديله حاجه وبطلب منه حاجه فبيديها لي وهكذا. احنا اتنين بنخدم بعض. ما علاقة عبارة نحن نحمله وأثقاله؟ هو يعد لنا المأوى وينبت الغذاء في الفقرة يا جماعة، في الفقرة الثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو قال لنا هنا إيه؟ قال لنا الدنيا تبادل وتعاون. نجيب بس الأستيكة ونمسح الحتة دي عشان الشخبطة. قال لنا الدنيا تبادل وتعاون. طيب أيوة تبادل وتعاون إزاي يعني؟ بيعمل إيه بالظبط؟ وضح لي. بعد كده قعد يوضح بقى، قال إحنا نحن نحمله واثقاله وهو بيعد لنا المأوى وينبت الغذاء. فلو ركزت الجمله اللي احنا قلناها دي اللي تحتها خط عباره عن شرح اللي قبليها، توضيح للي قبليها. فطبعا هو قال لنا احنا الاثنين بنساعد بعض. ايوه يعني بنساعد بعض ازاي؟ انا بعمله كذا وهو بيعمل لي كذا. فانت لما قلت الجمله دي انت وضحت الجمله اللي قبلها. فده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه التوضيح. بين وصل بينيه وسر جمالها لما قال اقام ميزان العدل. لو ركزت معايا ميزان العدل، شبهنا العدل بالميزان، مشبه ومشبه به من غير اي اداه تشبيه، اسمه التشبيه البليغ. طبعا سر جمال التجسيم صورنا العدل بالميزان. هات من النص ما يناقض عباره الطبيعه كلها بانسانها وحيوانها ظواهر ومظاهر. ايه النص اللي بيناقض يا جماعه الجمله دي؟ نفهم بس الحته دي، افهم معايا الجمله واحده واحده عشان الحته دي صعبه. بيقول لك الطبيعه كلها عباره عن ظواهر، الانسان دايما بياخد ايه؟ بياخد بالظاهر. تمام، جملة من دول بقى بتناقض الحتة دي. لو ركزنا فوق بس وطلعنا فوق يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في القطعة دي كلها الحتة اللي كانت بتخالف يا جماعة النقطة دي، حتة ايه؟ حتة اللي هي دي، ثانية بس اشاور لكم عليها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لما قال لنا فإن لم تدهش لبغال تجادل،
فدى شأن الزعامة لم تكن لبغل أضخمها ولا أروعها أو أسرعها. يعني إيه؟ يا دايما الإنسان بياخد بالشكل، لكن الغريب بقى الحاجة اللي بتناقض الشكل دي إن الزعيم بتاعهم المفروض أنت تتخيله بقى زعيم كبير وحصان بقى كبير وسريع وكده، لأ الزعيم بتاعهم كان عبارة عن أي حصان عادي جدا، لا هو سريع ولا كبير ولا أي حاجة. فطبعا لو ركزنا ده معناه إن هو ده بيناقض الشكل يا جماعة، مش شرط شكلك يبقى جامد عشان تبقى إيه؟ تبقى جامد. فالجملة الوحيدة اللي كان بتناقض فكرة إن الإنسان بياخد بالشكل هي إيه؟ هي الزعامة بتاعت البغل، الزعامة لبغل لم يكن أضخمها ولا أروعها ولا أسرعها. إنما غير كده كان بيتكلم، يعني هنا كان بيتكلم عن القمر جسم معتم لكن بالنسبة لكم منور فعشان كده بتحبوه. دي هنا معناها إن الإنسان بياخد بالشكل، وهنا برضو معناها بياخد بالشكل وأنا بياخد بالشكل، لكن دي مش معناها إنه بياخد بالشكل خالص، دي معناها إن هو الإنسان أو الزعامة عندهم سبحان الله كانت لبغل بقى، ما كانش أصلا أكبر ولا الأضخم ولا أي حاجة. فخلى إيه؟ خلى يعني عكس الفكرة، فكرة إن الطبيعة دايما بتركز على الشكل الخارجي. هاتما النص تشبيها نبين قيمته الفنية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ألف تكتسب العربة هيبة من هيبة الراكب، العربية بتاخد هيبة من هيبة اللي راكبها. مفيش هنا يا جماعة خالص أي تشبيه، هنا في استعارة، صورنا الهيبة كأنها شيء مادي يكتسب. طيب أجاب وقلبه في حلقه فزعا. طبعا يا جماعة لما أقول إن قلبك وصل للحلق بتاعك أو لزورك كده، زي كده ربنا قالها في القرآن الكريم، وأنزلهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لما قلبك يقعد يدق 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 تحس ان هو خلاص هيخرج من صدرك وطلع فوق خالص عند رقبتك، فطبعا دي كناية عن الرعب الشديد يا جماعة، لكن ده مش تشبيه، دي كناية. ليست تخدعنا الحقائق استعلم كناية سوى الحقائق بإنسان يخدع. الإجابة الوحيدة اللي تنفع يا جماعة تبقى جيم شقت عصا الطاعة. طبعا سوينا الطاعة بالعصا مشبه ومشبه به من غير أداة تشبيه، ده اسمه التشبيه البليغ. استنتج نوع المحسن البديعي اللي اعتمد عليه الكاتب في إبراز التناقض. خليك ذكي، إيه المحسن البديعي يا جماعة بيكون فيه تناقض؟ هما اتنين بس، الطباق والمقابلة، هما دول اللي بيبينوا دايما اللي هي اللي اسمها إيه؟ نسيت، البارادوكس. بارادوكس اللي هو التناقض، كلمتين عكس بعض يعني. فطبعا دي كلمة إنجليزي تكتبها عندك مهمة برضو، بتيجي دايما في الترجمة والقطعة. بارادوكس، بي اي ار اي دي او اكس. بارادوكس كلمة مهمة قوي، معناها ايه؟ معناها التناقض. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا السجع بيعمل موسيقى، والسجع بيعمل موسيقى، والزواج بيعمل موسيقى، لكن الطباق والمقابلة اللي هما الاتنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا تناقض. بين كيف عبر الكاتب عن فكرته في العمل الادبي ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده اللي يعتمد على السرد والحوار الداخلي مش هينفع. الحوار الداخلي ده اللي هو لما الانسان يفكر جوه نفسه. السرد لو السرد لو بيحكي لك بيقول لك حصل 1 2 3 في يوم من الايام كان في قريه ما اعرفش كان فيها بغال، ده اسمه سرد. والحوار الخارجي اللي هو يعني لما البغل قاعد يكلم الراجل، ده اسمه حوار خارجي اللي هو دايالوج يا جماعه، حوار بين اتنين، تمام. انما الحوار الداخلي ده ما واحد يفكر جوه نفسه، ما كانش في حد بيفكر جوه نفسه هنا خالص، كان في سرد فعلا، كان في حوار خارجي. طيب بيعتمد على السرد وعبارات تقريريه مباشره، ما كانش في عباره تقريريه مباشره، ده كان في حوار خارجي. طيب جه مزج من الشخصيات الواقعيه والاسطوريه، لا ما كانش في شخصيه اسطوريه، كان في بغل عادي، والبغل ده كائن واقعي عادي موجود عندنا. هو فعلا ان هو يتكلم مع انسان، ايوه دي حاجه غريبه شويه، لكن عموما هو الشخصيه نفسها شخصيه واقعيه مش اسطوريه. فالاجابه الصح تبقى ايه؟ تبقى الف. احد النقاد كان بيقول ان العمل المسرحي يتكون من عده عناصر، والعناصر دي بنسميها البنيه المسرحيه، ودي اشبه بالبنيه القصصيه، لكن الفرق يعني انها دي يغلب عليها الحوار، انما البنيه القصصيه مبنيه على السرد. ما شرط الجمله المسرحيه الجيده في النص ايه؟ في النص المسرحي. قلنا يا جماعه ده سؤال مباشر، شرط الجمله المسرحيه الجيده في النص المسرحي انها توصل الفكره. فالإجابة الصح القدرة على إيصال الفكرة وتصوير إيه؟ تصوير الصراع المسرحي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا 22 قال الشاعر لعمري، لعمري يعني والله يعني، يعني وعمري يعني كأنه واحد بيقول وحياتي، ده قسم أسلوب قسم. لعمري لقد بادت قرون كثيرة وأنت كما باد القرون تبيد. وأنت برضه هتموت يعني زي القرون دي ما بادت أو ماتت، يعني تبيد هنا معناها مات.
ميز المحل الاعرابي لجمله ايه؟ لجمله تبيدو. ركز معايا وصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. انت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، انت كمال كاف هنا تشبيه، وما هنا اللي هي يعتبر كاف يعني سوري حرف جر يعني يعتبر البلاغه دخلت في النحو. المهم وما هنا اسم موصول يعني مبني، فين يعتبر ايه؟ يعتبر في محل جر اسم مجرور. وانت كما باد ده فعل ماضي، القرون ده فاعل. تمام، في مشكلة هنا، انت مبتدا وانت كما باد القرون، انت ايه؟ انت تبيده، تبيد هنا هي الخبر، الخبر هو اللي بيتمم معنى الكلام زي ما اتفقنا. اقول لك مين؟ اقول لك مثلا انت شخص يعني، لا سيبك من انت شخص دي. اقول لك مثلا الولد الذي يلعب في شارعنا، ايوه ماله؟ سعيد. فالسعيد هنا هي الخبر، خبر بيتمم معنى الكلام، يخليك تفهم الجمله. طبعا دي جمله في محل رفع ايه؟ حل رفع خبر. نرجع تاني، بيقول متى ما يرد ذو العرش امرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. بين نوع ما، قلنا قبل كده يا جماعه ما اللي بتيجي بعد متى الشرطيه دي بتكون ما زائده. يعني هنا الشاعر بيقول لك متى ما يرد ذو العرش امرا بعبده، لو شلنا ما هتفهم الجمله عادي جدا. يقول لك متى يرد ذو العرش امرا بعبده يصبه. فما هنا زائدة بس، ملهاش أي ملهاش أي 30 نزمة في النحو، فنسميها ما إيه؟ ما الزائدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما أسوأ الإزدواجية في المعايير؟ طبعا أسلوب تعجب. ما أسوأ الإزدواجية؟ طبعا يا جماعة بيبقى اللي بعد أسوأ أو اللي بعد يعني أفعل بتاعة التعجب بيكون إعرابه متعجب منه، اللي هو يعني مفعول به، فالإجابة الصح تبقى مفعول به منصوب. وارجع لحلقة شرحنا فيها درس أسلوب التعجب، احرص على الصالحات فدنيانا في الحقيقة لا تستحق ما يقدمه لها المفتونون بها. بين الخبر وحدد ايه؟ وحدد نوعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ركز هنا، قال لك احرص على الصالحات. طيب احرص ده فعل امر، يعني السكون على حرف جر، الصالحات اسم مجرور. ماشي، فدنيانا دي جملة جديدة بقى، جملة اسمية. دنيا هنا عبارة عن ايه؟ عن حاجة، عبارة عن مبتدأ. دنيانا في الحقيقة، في الحقيقة ده جار ومجرور، دي عبارة أصلا عن جملة اعتراضية بين شرطتين، يعني لا محل لام الإعراب. فدنيانا مالها بقى؟ دنيانا لا تستحق. الدنيا دي مالها؟ ما تستحقش أي حاجة، ما تستاهلش أي حاجة. فجملة لا تستحق هي اللي تممت معنى الجملة، يبقى دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن الخبر. طبعا ده عبارة عن خبر إيه يا جماعة؟ ده خبر جملة فعلية، فالإجابة الصح خبر جملة فعلية. بعد كده أيتها المكافحات، أنتن نقط إلى إصابة الهدف وتحقيق المبتغى. عايزين املا الفراغ بما ايه؟ بما يناسبه. كلمه دنيا يا جماعه جمعها ايه؟ جمعها دنيايات، زي عليا عليايات، سمية سميايات. ارجع للحلقه عشان فيها الاسم المقصور. فطبعا كلمه دنيا لما تيجي تجمعها تبقى دنيايات، فالاجابه الصح هتبقى دنيايات. متى انتصرت لهواك فاستنزلت نهاك، ولم تحكمه فيما دهاك، فعليك ما تحملت. بين سابق تران جواب الشرط بالفاء، فين الفاء هنا؟ ركز معايا يا عم الحاج، انت صلي على النبي. الفاء جاب بتاع جواب الشرط، عرفها ازاي؟ هتلاقيها في جواب الشرط، يعني في النتيجه. اقرا معايا، متى انتصرت لهواك؟ لما تنتصر للهوا بتاعك. واستنزلت نهاك، يعني ابعدت عن عقلك. ولم تحكمه فيما دهاك، وما حكمتش عقلك خالص، ساعتها ايه النتيجة؟ فعليك ما تحملت، ساعتها هتشيل المصايب وهتتحملها انت كلها لوحدك. يبقى فعليك، الفه دي هي عبارة عن ايه؟ هي دي اللي عبارة عن الفاء اللي هي مقترنة بجواب ايه؟ بجواب الشرط. طبعا هنا يا جماعة مفيش سين عشان نختار مبدوءة بالسين، نشطب عليها. مبدوءة بجامد، طبعا على هنا ده مش جامد ولا حاجة، دي عبارة عن جملة اسمية. طبعا دي مش جملة منفية خالص، عليك ده شبه جملة يعني جملة اسمية، فالإجابة الصح تبقى جملة اسمية. طيب 28، أبدى الرأي ما احترم الآخرون قولي. أبدي الرأي، سوري، أبدي الرأي ما احترم الآخرون قولي، وإلا أمسك لساني. إيه معنى الجملة يا جماعة؟ معناه إن أنا أبدي الرأي، يعني دايما بقول رأيي طالما الآخرون هيحترموا قولي، وإلا يحترموا، ولو ما احترمونيش همسك لساني، يعني مش هتكلم. طبعا قلنا قبل كده إن إلا اللي بيجي بعدها فعل مضارع مجزوم، دي عباره عن ايه يا جماعه؟ دي عباره عن الا الشرطيه. يعني هنا الكاتب بيقول لك انا هبدي الراي طالما الاخرين بيحترموا قولي، والا يحترموا، ولو ما احترموش كلامي ايه اللي هيحصل؟ امسك لساني.
طبعا امسك هنا عبارة عن جواب الشرط، ده فعل مضارع مجزوم. فالإجابة الساطع المضارع ايه؟ مضارع مجزوم. عرفنا ازاي؟ عشان الا هنا عبارة عن ايه؟ الا هنا عبارة عن ان ولا. ان يا جماعة ليه أداة شرط طبعا، فركز معايا. قال الشاعر: سقطت الى الدنيا وحيدا مجردا، وتمضي عن الدنيا وانت وحيد. يا رب وحيدا ايه؟ بتصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى نعلم من الاول كده، قال سقطت. طبعا سقط ده فعل ماضي مبني على السكون زي ما انت شايف، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، فعل وفاعل بتاعه الى حرف جر، دنيا اسم مجرور. طيب سقطت الى الدنيا وحيدا، كلمه وحيدا دي كلمه نكره منصوبه بتوصف مين؟ بتوصف الفاعل هنا، بتوصفك انت، انت سقطت وحيدا، وتوصف الفاعل. قلنا قبل كده لما تلاقي الكلمه زي دي اعرف انها حال. الحال نعرفه ازاي؟ ركز معايا. الحال كلمه نكره منصوبه اهي زي ما انت شايف، بتوصف يا اما فاعل يا اما مفعول به يا اما نائب فاعل، وبيكون معرفه. هنا طبعا وصفت مين؟ وصفت الفاعل، والفاعل هنا معرفه زي ما انت شايف، ده الفاعل ايه؟ فطبعا ده اسمه ايه؟ اسمه حال. فالاجابه الصح تبقى حال منصوبه. قال الشاعر: وارشد راي المرء ان يمحض التقى، وإن امرأة محض التقى لسعيده. بين نوع الأسلوب في البيت السابق، قال لك وأرشد رأي المرء، يعني أرشد حاجة في الآراء لما الشخص ده يمحض التقى، يعني الشخص يا جماعة يبقى تقي. اللي بيقول لك أعلى، أكبر، أرشد، أجمل، ده اسمه إيه؟ اسمه أسلوب تفضيل عادي جدا. يبقى عبارة عن اسم إيه؟ اسم تفضيل أو أسلوب تفضيل. قال الشاعر: فاصبر على الدنيا وزجي همومها. قال لك زجي معناها يعني تغلب على همومها، يعني بالاخر كده ارمي همومها، يعني ارميها. ما كل من فيها يرى ما يعجبه. ميز الفعل اللازم الوارد في البيت السابق. الفعل اللازم يعني ايه يا جماعه؟ الفرق بين اللازم والمتعدي. فعل المتعدي يعني فعل بيتعدى، بيجي بعديه مفعول به. من الفعل اللازم بيجي لوحده، يعني ممكن يبقى جاره مجرور، يجي بعديه اي حاجه، لكن مش بيجي معاه مفعول به. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو بصينا على يعجب، هو قال كده ما يعجبه. الهاء دي يا جماعه قلنا قبل كده كاف الخطاب وهاء الغيبه وياء المتكلم ونا المفعولين، الاربعه دول لما يتصلوا بفعل بيكونوا في محل نصب مفعول به. فانت شفت اهو يعجبه، الهاء هنا جت مع الفعل يعجب، فالهاء هنا مفعول به، يعني ده فعل متعدي مش هينفع. طيب يرى اصلا ده بينصب مفعولين وده عارفينه من زمان. طيب زجي همومها، هموم هنا عرفها مفعول به منصوب، ان زجي هنا زي قلت لك معناها ارمي، اقول لك ارمي همومها، انت هترمي ايه؟ هترمي الهموم، فالهم مفعول به منصوب برضو. انما كلمه اصبر، لما اقول لك اصبر على الدنيا، ايوه فين مفعول به هنا؟ مفيش مفعول به، اصبر ده فعل امر، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، اصبر انت. لكن طبعا اصبر ده فعل لازم مش بيجي معاه مفعول به، فنختار طبعا ايه؟ ما اختار اصبر. قال الشاعر: وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى. النهى يعني العقول، يعني وما الناس إلا بين بر وفاجر. يعني الحكم يا جماعة هو الحكم اللي بيحكم عليه ذو النهى أو الناس عندها عقول. والناس كلها يا إما بين البر وبين الفاجر، يعني الناس نوعين، يا إما واحد كويس يا إما شخص فاجر. ميز المحل الإعرابي لما الواردة بعد كلمة إيه؟ بعد إلا. يبقى قال لك وما الحكم إلا ما عليه. ركز معايا وصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما والا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اسلوب استثناء نوعه ناقص منفي. نتاكد ازاي؟ لما تشيل ما وتشيل الا هتلاقي الجمله مشيت عادي. لما اقول لك الحكم ما عليه ذو النهى، الحكم هو الحاجه اللي عليها ذو النهى او ذو العقول يعني. طيب الحكم اعربها ايه؟ اعربها مبتدا. ما هنا اسم موصول معنى الذي، فهنا كانك بتقول لك الحكم. الحكم ايه يا جماعه؟ الحكم الذي عليه ذو النهى. يعني احنا بنحكم بايه؟ بنحكم بالحاجه اللي بيقول عليها ذو النهى. فطبعا ما هنا يا جماعه تممت معنى الجمله، يبقى الحكم مبتدا وما هنا اسم موصول مبني في محل رفع خبر، الخبر هو اللي بيتمم معنى الجمله. معنى البيت ايه؟ البيت بيقول لك الحكم هو الحاجه اللي بنختارها ايه؟ بيختارها ذو العقول. فالاجابه الصح تبقى رفع خبر. بعد كده بيقول على الحكومات ان ترعى سفراءها. لما نحول المصدر المؤول لصريح، طبعا المصدر المؤول اللي هو ان ترعى، طبعا كلمه رعى المصدر منها رعايه، فطبعا هنختار ايه على الحكومات؟
يا جماعة الحكومات أن ترعى، سوري، أن الحكومات رعاية سفرائها، يبقى مش مراعاة، هنختار رعاية. طب اختار رعاية سفراؤها ولا رعاية سفرائها؟ الإجابة الصح رعاية سفرائها بالشكل ده. ليه؟ عشان قلنا قبل كده يا جماعة المصدر الصريح زي رعاية، إتقان، إعمال، كل المصادر الصريحة بيكون بعديها مضاف إليه. فطبعا رعاية سفرائها، قلنا سفرائها، الهمزة زي ما انت شايف مرسومة على نبرة مكسورة يعني عشان مضاف إليه. إنما لو قلت سفراؤها طبعا لو اترسمت على الواو كده يبقى مرفوعة، لا احنا عايزها مجرور. يصغي القاضي الأقوال الشهود رجاء الوصول للأدلة. القاضي بيصغي الأقوال الشهود ليه؟ رجاء الوصول للأدلة، يعني عشان يوصل للأدلة. يبقى رجاء هنا منصوبة ليه يا جماعة؟ عشان المفعول لأجله. قلنا المفعول لأجله ده اللي هو عشان، لما أقول لك هنا القاضي يصغي إلى الشهود عشان يوصل للأدلة الثبوتية، كلمة منصوبة بتبين سبب الفعل. طيب حدد الصياغة الصحيحة لما نحول المفعول لأجله إلى حال. نعمل زوم كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت دال راج الوصول مش هينفع، لأن الحال بيبقى إيه يا عم الحاج؟ الحال بيبقى منصوب، راج دي مرفوعة، اسم منقوص مرفوع، مش هينفع. طيب وهو راجيا، انا معاك ان دي تنفع جمله حال، يعني واو الحاله اهي وبعدها مبتدا وخبر، بس انا لسه قايلها بلساني، هو مبتدا وخبر، يعني هو مبتدا، راجيا دي منصوبه مش هينفع يبقى خبر منصوب، الخبر يبقى مرفوع، نشطب عليها. طيب به وهو يرجو الوصول، الواو حذفتها ليه؟ يعني ليه حذفنا الواو هنا؟ واو المفروض تبقى موجود عادي، ده فعل مضارع مرفوع عادي، ليه حذفنا الواو؟ نشطب عليها. الاجابه الصح يا جماعه تبقى الف، وهو راج الوصول. لو ركزت معايا دي كلها عباره عن جمله حال، الواو دي واو الحال، وهو لوحدها اعرابها مبتدا، وراج لوحدها اعرابها خبر. فطبعا والجمله دي كلها اعرابها ايه؟ اعرابها جمله في محل نصب، ايه محل نصب؟ حال. ماشي. 35 بعد كده بيقول انما يرضى ذوي الهمم، انما يرضي ذوي الهمم العاليات بالعظيم من الغايات. سوري نقراها تاني، انما يرضى ذوي الهمم العاليات بالعظيم من الغايات، اللي عندهم همة عالية يعني بيرضوا بالغاية العالية أو الهدف العالي. إذا حذفت ما الكافة من الجملة إيه اللي هيحصل؟ لو حذفنا ما هنا يا جماعة مش هقول إن يرضي، لأ إن لازم يجي بعديها اسمها وخبرها، فقول طبعا إن ذوي الهمم. طب ليه مستر محمد ما قلش ذو؟ ما اتفقنا يا جماعة قلنا ذو دي لو مرفوعة، وذوي لو مجرورة أو منصوبة، وإن بتنصب اسمها زي ما اتفقنا. يا مش هينفع نختار زوى ولا زو، يا اما اقول ان ذوي الهمم يرضين والا دال ان ذوي الهمم يرضون. طب يا جماعه مش هغير اي حاجه، هبقى يرضون عادي. ليه؟ اقول لك ليه يرضون، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يرضون عشان بكلم رجاله هنا، بكلم ذوي الهمم جمع مذكر سالم، فكلمه يرضى يا جماعه لما تيجي تخليها جمع يعني تحط لها واو الجماعه يعني هتبقى ايه؟ تبقى يرضون. بس انما يرضين دي ده طبعا اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن نون نسوه، انما هنا طبعا ما عندناش نون نسوه ولا حاجه، عندنا واو الجماعه عشان بنتكلم مذكر، بنتكلم رجاله يعني. فطبعا ان ذوي الهمم يرضون. 36 الراعي والده لا يضل لا يضل مسعاه، عبر معنى المقوله السابقه بلا نافيه للجنس عامله. طبعا هقول لا راعيا اول حاجه، لا راعيه ما لنا في الجنس عامله، فبتنصب ايه؟ تنصب اللي بعديها. فهنا يا جماعه لا راعي والدا، مفيش حاجه اسمها راعي والدا، المفروض اقول لا راعيا، راعي نفسها لازم تتنصب. طيب جيم لا راعي الوالد مش هينفع برضو. برضو في ملحوظه مهمه برضو نسيت اقولها، اسم هنا في الجنس اصلا بيكون نكره، راعي الوالد ده معرف في الاضافه مش هينفع اصلا، ده لراعٍ، راعٍ دي مرفوعة ما ينفعش. الإجابة الصح ب لا راعيًا والدًا. طب يا مستر محمد راعيًا وعرفناها، اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. تمام. والدًا دي منصوبة دي، أقول لك منصوبة دي؟ لو ركزت معايا وعملت زوم كده صغنن هكتشف إن راعي ده عبارة عن اسم فاعل عامل منون أهو، فاسم فاعل عامل يعني بينصب مفعول به بعديه. هو هيرعى، يرعى مين؟ هيرعى الوالد، فالوالد هنا مفعول به منصوب. فهمت كده ازاي؟ صلي مع النبي عليه الصلاه والسلام. لو بصينا 37 يختص اولو الاحلام والنهى بفريد من الفكر
والرؤى. الصوغ من الجملة السابقة أسلوب اختصاص صحيح. عايزين أسلوب إيه؟ أسلوب اختصاص. أصبحتم أولي أحلام ونهى. طبعا هنا أصبح ده فعل ماضي والتاء فاعل، وأولي هنا ده خبر أصبح، دي كان وأخواتها، مش أسلوب اختصاص أصلا. طيب دال أولي الأحلام ونهى نخصكم بالفكر، طبعا ما ينفعش. قلنا بقى أسلوب الاختصاص لازم يجي قبليه ضمير، لازم يجي قبليه ضمير يا جماعة، والمختص نفسه بيشرح الضمير ده، إنما هنا أصلا ما بدأناش بضمير. جيم يخص الناس برضو ما ينفعش نبدأ بفعل، قلنا يا جماعة بنبدأ بضمير اللي جاب الصح تبقى به. انكم الكاف هنا هي الضمير، انكم اولي الاحلام والنهى لذو فكر فريد ورؤى. يبقى اولي الاحلام والنهى ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن مختص. هتاكد ازاي يا مستر محمد؟ لو شلت المختص نفسه هتلاقي المعنى مش هيتاثر على فكره. يعني اقول انكم ذو فكر فريد، انتوا عندكم فكر جميل جدا، او الجمله اتفهمت عادي ومفيش اي مشكله. فزي ما اتفقنا المختص يا جماعه ممكن تشم الجمله عادي والمعنى مش هيتاثر. عشان كده بنحطه بين شرطتين اللي هي جمله اعتراضيه. اقرا ثم اجب. قولها انا في سن الرابعه عشره تقريبا، يلبسني ابي القباءه والجبه والعمه والمركوب بدل البدله والطربوش والجزمه. ابوي يلبسه اللبس زي بتوع الشيوخ كده، هو لبس الازهر يعني، ويكون منظري غريبا. انا لسه صغير، هو بيقول يعني الواد يقول ما عنديش مانع في اللبس ده، بس انا لسه عيل صغير، ليه البس اللبس ده؟ ما البسش ليه زي زمايلي؟ ساعتها كان بيلبسوا بدله وطربوش، لا لبس العادي يعني زي البناطيل عندنا دلوقتي كده. المهم بيقول ويكون منظري غريبا على من رأني في الحاره او الشارع، فقد عهدوا اتعودوا يعني ان العمامه لا يلبسها الا الشاب الكبير او الشيخ الوقور، اما الصغير مثلي فانما يلبس طربوشا او طاقيه. ولذلك كانوا كثيرا ما يتضحكون علي، كانوا بيضحكوا عليا كتير قوي. فساعتها كان ايه؟ كان بيتلمس الحارات الخاليه من الناس، يمشي في الشوارع ما فيهاش حد. والمصيبه الكبرى كانت حين يراني من كان معي في المدرسه. اللي كانوا معايا في المدرسه ما كانوا بيشوفوني، دي كانت مصيبه بالنسبه لي. كان يظن اني مسخت مسخا وتبديت بعد الحضاره. اي حد فيهم يشوفني يحس ان انا اتمسخت كده، بقيت كائن غريب. كاني بقيت من البدو مش الحضاره. وهنا مش بيشتم البدو يعني، لكن قصده ان انا يعني كاني بقيت من يعني ايه، من ناس ساكنه في الصحراء بالنسبه لهم، اللي هو يعني لبس غريب كده. وكان الذي يربط بيني وبينهم هو وحده لبسي ولبسهم، لا طفولتي وطفولتهم، ولا زمالتي وزمالتهم، فنفروا مني مع حنيني اليهم. وسرعان ما انقطعت الصله بيني وبينهم، فانقبض صدري لاني فقدت اصدقائي القدامى. يعني بيقول صحابي، بيقول صحابي خلاص، ولم استعد عنهم اصدقاء جدد، ما لقيتش اصحاب جداد يعني. فكنت زي الفرع كده اللي اتقطع من الشجره، او الشاء يعني زي الخروف كده اللي اتشال من القطيع، او الغريب في بلد غير بلده. بقول وتضرعت الى ابي ان يعيدني الى مدرستي، يعني قعدت اتوسل لابويا عشان يرجعني المدرسه بتاعتي، فلم يسمع، ما سمعش كلامي، وان يعفيني من العمه فلم يقبل. وما المني اني احسست العمه تقيدني فلا استطيع ان اجري كما يجري الاطفال. العمه بتقيدني، مش عارف اجري زي العمه بيجروا كده، ولا عارف امرح زي ما بيمرح الفتيان. فصرت شيخا قبل الاوان، كبرت قبل ايه؟ قبل ما اكبر يعني، بقيت كبير كاني عجوز كده وانا لسه عيل صغير. والطفل اذا تشيخ كالشيخ اذا تصاب. الطفل هو عامل فيها شيخ كده، زي الشيخ كده الشخص الكبير وعامل فيها صبي. كلا المنظرين ثقيل بغيض، كمن يضحك في مأتم او يبكي في عرس فرح يعني، ولم يكن امامي الا ان احتفل على احتمل على مضض. انا يعني كنت ماشي بكمل كده وانا متضايق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 38 لماذا يتلمس الفتى السيد في الحارات الخاليه؟ عشان محدش يتريق عليه زي ما اتفقنا، اتقاء لما يقابله من سخريه الناس. ما الرابط الذي اعتقده الفتى انه يربطه باصدقائه في الايه، في المدرسه؟ فين؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فين انا تهت؟ ايه السؤال؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال لك ايه؟ قال لك وكأن الذي يربط بيني وبينهم هو وحدة لبسي ولبسهم، لا طفولتي وطفولتهم. طبعا يا جماعه اللي كان بيربطوا باصحاب المدرسه ان هم لابسين لبس موحد في المدرسه، ملابسهم متشابهه. طيب 40 استنتج الشعور الذي حسه الكاتب في الفقره الثانيه. طبعا يا الفقره الثانيه كان حاسس بالحزن، ده سؤال مباشر جدا، هو كان حزين ومش عارف يعمل ايه. ما علاقة قوله فلا استطيع ان اجري؟ هو قال العمه بتأيده، العمه اللي لابسها دماغه دي كبيره وبتقع وبتطير،
فايه نتيجة ده؟ نتيجة ده ان هو مش عارف يجري، فطبعا دي عبارة عن نتيجة لما قبلها. استنتج المغزى من قوله فصرت شيخا قبل الاوان، بقيت شيخ للاسف وانا لسه عيل صغير. ده دول على ايه يا جماعه؟ الف اظهرت متعه بالخبره والحكمه. لا، ما عندوش ولا خبره ولا حكمه، هو متضايق ان هو يعني ما بقاش طفل زي الاول. الاجابه الصح يا جماعه تبقى د، بيان شده حرمانه من طفولته، وان انا لسه عيل صغير واتحرمت من الطفوله. طه حسين بقى في كتاب الايام كان في جمله زي الجمله دي يا جماعه، كان ابوه وامه يكتفيان من تمجيده وتكبيره بهذا اللفظ الذي اضافاه الى اسمه كبرا منهما وعجبا. ايه معنى الكلام ده؟ قلنا بكام طه حسين ابوه وامه كانوا بينادوه بالشيخ، مش عشان بيحبوه، لا هو قال عشان بس هم يعني مفتخرين، عايزين يفتخروا قدام الناس ويقول لهم اه ده احنا ابننا دكتور، ده احنا ابننا شيخ وهكذا يعني. لكن طبعا طه حسين كان نفسه يلبس ايه؟ يلبس العمه والجبه والقفطان، كان بالنسبه له اللبس ده بتاع العلماء، انا عايز ابقى زيهم. وازن بموقف طه حسين والكاتب. ألف الكاتب يعترض على الأزهري لما فيه من فقد روحاته في اللعب، لكن طه حسين اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد يرغب فيه أملا للالتحاق بالأزهر. وطه حسين ما قالش إن هو عايزه عشان يدخل الأزهر، وقال عايزه عشان يبقى من العلماء، يبقى شكله حلو يعني. به كلاهما يعتز بالزي ويفتخر برداءه. لا، مش كلاهما، الكاتب بيكرهه. جيم الإجابة الصح، الكاتب يراه مصدرا يجلب عليه السخرية، لكن طه حسين شايف فيه وقار وهيبة، حاجة حلوة يعني. دي هو حوض النيل، بيقول لنا اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، حوض النيل هو مسمى يطلق على 10 دول افريقيه يمر فيها النيل، سواء بقى النيل بيجري فيها بيخترق اراضيها يعني، او فيها المنابع بتاعته، او اللي بيجري عبر اراضيها الروافد المغذيه له، يعني في كده ايه زي الترع اللي بتجري فيها. المهم يغطي حوض النيل مساحه 3.4 مليون كيلو متر مربع من المنبع في بحيره فيكتوريا لحد ما يوصل للمصب في البحر المتوسط. وبذلك يعد من أطول أنهار العالم، طوله 6650 كيلو متر، وبيجري من الجنوب للشمال ناحية المصب بتاعه. بعدها بيقول لنا ويعد نهر كاجيرا من أكبر الروافد الرئيسية لنهر النيل، وينبع من بوروندي في وسط أفريقيا، وبيجري في اتجاه الشمال وبيعمل حدود طبعا بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصب في بحيرة فيكتوريا بعد ما يكون قطع مسافة 690 كيلو متر. ويعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا. بعدما يصل جنوب السودان بنسميه بحر الجبل، وبعد كده يا جماعة بيجري في منطقة بحيرات وقنوات يبلغ طولها 400 كيلو متر. ويشك النيل لزق بولاية 80 لـ85% من مية النيل كلها، ولا يحصل هذا إلا أثناء موسم الصيف بسبب إصابة الأمطار الموسمية على مرتفعات الحبشة. بينما لا يشكل في باقي ايام العام الا نسبه قليله. اما اخر ما تبقى من روافد النيل بعد اتحاد النيل الابيض والازرق بيشكلوا نهر ايه؟ نهر النيل. ده عباره عن نهر عصبره اللي عباره عن 800 كيلو متر، وده بينبع من هضبه اثيوبيا، وبيلتقي عصبره بعد 300 كيلو متر شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الازرق يجف في الصيف. بالله مورد المياه الماء ايه؟ مورد الماء هو جوهر النظام الطبيعي في بيئه الحوض النهري، وضمان تامينه شرط لاستدامه النظام. يعني طول ما يا جماعه ما احنا مامنين على النهر ده، النظام البيئي اللي احنا فيه هيفضل مستمر طول ما النهر موجود يعني. ووجود حياه البشر طموح يحققه حسن استثمار الموارد المتاحه بغير انانيه واحتكار. يعني لازم كلنا نساعد بعض من غير انانيه يا جماعه، يعني ما حدش يقول لان النهر بتاعي وانا هاخده وبتاع، مفيش حاجه اسمها كده. فالمياه تساهم في توفير الأمن الغذائي والطاقة، ده غير طبعا حماية صحة الإنسان والبيئة وكل ما يدخل في مكونات جودة الحياة. ومع ارتفاع عدد السكان بشكل مضطرد متزايد يعني، وعدم تزايد الموارد المائية المتجددة، يصبح من الضروري النظر لطبيعة وتوزيع واستهلاك المية في مختلف دول حوض النيل بشكل متوازن وعادل. لازم يا جماعة ايه يعني نركز ونعمل توازن في المية، ما فيش دولة تاخد يعني مية أكتر من مية، على حسب كل دولة محتاجة لإيه، ده المقصود. طيب السؤال الأول، ما المقصود بدول حوض النيل؟ قلنا يا جماعة الدول اللي من الآخر كده بيجري فيها نهر النيل أو أحد الروافد بتاعته أو المنابع بتاعته. فالإجابة الصح تبقى جيم، الدول التي يجري بها نهر النيل أو أحد روافده. وبعد كده 45، أي روافد النيل يشكل حدود سياسية بين دول حوض إيه؟ حوض النيل. ده سؤال مباشر، وقلنا نهر كجيرة هو اللي بيعمل إيه يا جماعة؟ حدود سياسية. فالإجابة الصح نهر كجيرة. فيما يشبه نهر عطبرة النيل ايه؟ النيل الازرق. ألف يمد النيل ب 50% من مياهه
لا طبعا مش دي، يلتقيان بالنيل جنوب الخرطوم برضو بعيد. يوشكان أطول روافد النيل، لا طبعا الإجابة الصح جماعة أبي، لا يفيضان إلا في فصل الصيف، الاتنين بيفيضوا في فصل إيه؟ فصل الصيف. من أين تأتي معظم المياه تشكل مياه نهر النيل؟ هو قال طبعا هضبة الحبشة 85%. هات من الموضوع ما يدل على التعاون سبيل الرخاء. إيه يا جماعة الجملة اللي معناها إن التعاون سبيل الرخاء؟ هو جملة واحدة كان قال لنا لازم نتحكم في مية النيل بدون أنانية وبكل حيادية. فالإجابة هتبقى جودة الحياة طموح يحققه استثمار الموارد المتاحة للجميع بغير أنانية. يعني لازم يكون في تعاون. استنتج العامل الأهم في استقرار النظام البيئي في حوض إيه؟ في حوض النيل. اللي هي طبعا أهم حاجة عشان نستقر يا جماعة النظام إن إحنا إيه؟ إن إحنا نضمن استمرار المية. المية طول ما هي مستمرة ده هيضمن النظام البيئي استمراره. فالإجابة الصح تبقى استمرار تدفق مياه نهر النيل طوال العام. 50 يمكن القول بوصفنا بشرا نحب اللون الاخضر. احنا البشر بنحب اللون الاخضر قوي، عشان كده من الطبيعي ان الملاكايت، ملاكايت نوع من الجواهر كده او نوع مش عارف من الصخور تقريبا، يثير اهتمامنا يعني. بعد كده بيقول لنا الملاكايت من الاحجار الكريمه وبيتشكل فوق رواسب النحاس ويعد من اكثر انواع اليونه وصلابته بين 3.5 و4. نحدد النموذج الانسب بين الربط بين الجملتين. طبعا لو ركزنا يا جماعه وفوق قال لنا احنا البشر بنحب اللون الاخضر قوي، طبعا دي حاجه غامضه انا مش فاهم ايه بحب الاخضر ليه يعني. وتحت بقى يعني زي الملاكايت بنحب الملاكايت ليه قوي، اشمعنى الملاكايت عن بقيه الجواهر؟ وتحت بقى بيشرح لنا بيقول لنا طبعا الملاكايت ده 1 2 3 4 ده اسمه تفسير للغموض. فالاجابه الصح تبقى غموض بعده تفسير. ما كانتش مشكله وحل خالص، وطبعا ما كانتش زعم وتفنيد. زعم وتفنيد يعني شخص بيزعم حاجه وتحت بقى الجمله الثانيه بتفند الكلام ده بتقول ان هو ده غلط اصلا ملوش علاقه بالموضوع. طبعا ما كانش فيه سبب ونتيجه خالص، العكس كان موجود، كان فيه غموض والتفسير بتاعه. تبذل الدول جهود كبيره عشان ترسخ علاقاتها مع جيرانها، خصوصا بقى الدول اللي بينها وبين جيرانها يعني علاقات تجاريه او موارد مشتركه. جمله بقى من الجمل دي ملهاش علاقه ايه؟ ملهاش علاقه بالموضوع، احذفها. ألف تعمل وزارة الخارجية كقناة رئيسية لدعم الصلة بين الدول العالم، تمام دي ليها علاقة بالموضوع نشطب عليها. ب التعاون الدولي في الصناعة بيدعم وجود الدول مع بعض برضه ليها علاقة بالموضوع. ج من الضروري تقسيم حدود الاقتصادية بين الدول عشان ما تحصلش مشاكل برضه ده ليها علاقة بالموضوع. إنما ده اللي بيقول لك في أنهار بتقطع دول مشتركة منها نهر النيل، ده ملوش علاقة يا جماعة إن إحنا نعمل جهود كبيرة وعلاقات تجارية وموارد مشتركة بيننا مع جيراننا. هو هنا اتكلم اه ان في نهر بيننا وبين ايه دول تانية، لكن ده ملوش علاقه بفكره الجيره. ركز معايا، هو هنا قال لك لازم الدول تعمل مجهود كبير عشان تقوي علاقتها بجيرانها، خصوصا لو تربطهم علاقات تجاريه او موارد مشتركه. فعشان كده هو هنا ذكر الموارد التجاريه او الوزارات الخارجيه يعني الصناعه واستيراد ايه كمان حدود الاقتصاديه تمام. انما هنا دال قال لك في انهار بتقطع كام دوله، طبعا لما اقول لك في نهر بيقطع كام دوله هنا ما اتكلمش خالص عن فكره ان احنا بندعم فكره جيراننا او بندعم مثلا وجود جيراننا، او بنتكلم يعني ان احنا ندعم العلاقات بين الدول نعمل وزاره خارجيه، ما اتكلمش عن اي حاجه علاقه بالحاجات دي. هو بس قال لك ان في نهر بيقطع كام دوله. ايوه اهلا وسهلا، ده ملوش علاقه بالموضوع خالص، فطبعا دي هنشطبها. زي ما اتفقنا اسئله مقاليه نحلها مع بعض يا جماعه في سؤال في حلقه لوحدها، لكن عموما السؤال ده هنعدي عليه. طه حسين لما كان بيقول للعلم في القرى ومدن الاقاليل جلال ليس له مثله في العاصمه، شرحنا النص ده يا جماعه او الفصل ده بالتفصيل وقلنا ان طه حسين كان بيتكلم وبيقول لنا ان في الازهر او في القاهره يعني العلماء ما حدش بيهتم بيهم عشان كتير، انما في الريف عشان قليلين الناس بيهتم بيهم قوي، ده اسمه قانون العرض والطلب. فطبعا ما دلاله قول الكاتب انما هو قانون العرض والطلب؟ هنقول طبعا دلالته او معناه يعني إن الكاتب طبعا بيشرح وبيقول إن العلماء في القاهرة لا يهتم بهم أحد. ليه طبعا لا يهتم بهم أحد؟ عشان عددهم كتيرة. إنه طبعا يهتمون بالناس، طبعا أهل الريف يهتموا بأهل بعلماء الريف وبيعظموهم وبيقدسوهم عشان عددهم قليل. 54 الفئات من الطالبات يسعون لحفظ السبق من دونهم ولا يرضون به بديلا، طبعا غلط. صلح بقى الغلط ده، هقول لك إزاي نصلحه دلوقتي. إحنا بنتكلم ستات صح؟ فهتقولي يرضين، طب ليه اقول يرضين؟ اقول لك انا شايف يرضى، يرضى بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده اخرها الف لينه، هتحط لها يعني هتحط لها نون نسوه. لما تحط نون نسوه، نون نسوه بتسكن الحرف اللي قبلها،
فلما تسكن الالف دي هتحولها لي، الالف هتقلب ياء هتبقى يرضين، نفس الكلام يسعى هتبقى يسعين. اوكي، خلصنا حلقه النهارده، وباذن الله في الحلقه الجايه نكمل بقيه التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.